اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين ونلتقيكم في حلقه جديده من برنامجكم حديث عراقي. قبل ايام ومثلما تحدثنا في الحلقه الماضيه عن موارد العراق والمبالغ التي تأتيه من النفط وكيف تصرف وكيف وضعية العراق اقتصاده جزء من هذا من ذاك الحديث يتعلق بهذا الحديث جزء كبير لأنه له علاقة بالبشر له علاقة بالجوع علاقة بنهوض العراق مؤشر الجوع في العراق يعد الأعلى مقارنة بدول الجوار هذا وفق منظمة الأغذية والزراعة العالمية التابعة للأمم المتحدة الفاو طبعا دعوني أقول أولا أن كثير من المنظمات الدولية مع الأسف الشديد ومنها الأمم المتحدة بسبب سياساتها بسبب توجهاتها بسبب مجاملاتها بسبب سكوتها عن الحق ساهمت مساهمة كبيرة فيما وصل إليه العراق من دمار وخراب وأولها الأمم المتحدة لأنه عندما تكتب منظمة الأغذية والزراعة الدولية التابعة للأمم المتحدة فاو عندما تقول أنه كان مؤشر الجوع أعلى والآن نزل في العراق والآن وصل 16% عليها أن تقول لنا كيف يعني لماذا انخفض مؤشر الجوع العراق من سيء إلى أسوأ والنظام الاقتصادي فيه ليس له هناك نظام أعداد الفقراء زادت أعداد الجياع زادت أعداد العاطلين زادت فلماذا تقل نسبة الـ يعني الجوع في العراق طبعا هو يعتبر الجوع يعني في العراق أعلى من كل الدول وبالمرتبة 85 واحد من الدول الـ يعني من ضمن الدول الأكثر فيها جوعا مع أنه العراق من أغنى الدول تحدثنا في الحلقة الماضية فقط وارداتها من النفط خلال هذه السنة 120 مليار دولار. وهو من البلدان الجائعة، شعبه من الجائعين. والفاوض يتحدث عن نسبة 16%، وهي الأكبر أكثر من هذا بكثير، لذلك هذه المنظمات مع الأسف الشديد كثير منها يجامل والكثير من عندها بسياسات خاطئة، أوصل للعراق وساهمت مساهمة كبيرة في وصل إليه العراق، ومنها يعني مكتب الامين العام المتحده وممثلته بلسخارت في بغداد يعني بكل تدليس وبكل كذب وبكل وبكل مداهنه للنظام الموجود اوصلت العراق الى ما وصل اليه الحقيقه. لا يقولون الحقيقه لا يقولون ما هو واقع العراق ولا يقفون مع العراق ولا يقفون مع, مع ميثاقهم اللي هم يتبجحون به ميثاق الامم المتحده فالعراق بهذا الشكل المهم معدلات الفقر والبطالة مرتفعة في العراق البطالة في أعلى ما يمكن سوق العمل يستقبل سنويا 800 ألف عراقي يقفون في, في طوابير البطالة ليس لدينا لا صناعة ولا زراعة ولا تجارة ليس لدينا سوى النفط مورد النفط وتحدثنا عنه نعم يجيب لنا 120 مليار دولار سنويا جاب لنا بهاي السنه لكن هو قد يشغل من العراقي نسبة العراقيين الذين يعملون في القطاع النفطي اللي هو أهم قطاع عندنا في العراق لا تتجاوز ربما أقل من واحد بالمئة كل عقود التراخيص هذه الشركات اللي أخذتها الأجنبية ثبتت في عقود التراخيص ثبتت في العقود التي أخذت فيها الشركات واخذت الآبار واخذت الحقول وإنتاج وتصدير ثبتت فيها أن العاملين هي من تأتي بهم من الخارج فكلها عمال اجانب ولا احد يستطيع ان يخرجهم هؤلاء بعقود رسميه وخمسين سنه و سنه وما اعرف ايش قد ولذلك نسبه العراقيين الذين يعملون في القطاع النفطي لا تتجاوز الواحد بالمئة اقل فاي قطاع ممكن ان يشتغل به العراقيين البطاله تقل والجوع يقل مثل ما تقول فاو صار 16% وكان ربما هم يتحدثون عن 27% وما اعرف ايش قد الان 16% يتحدثون ليش؟ يعني شنو اللي خلى لا الصناعة ازدهرت ولا عادت ولا الزراعة عدنا بالعكس تدنت وانتهت حتى المصالح الصغيرة الورش الصغيرة قفلت لأنه الغلاء عالي يعني التضخم عالي لا يستطيع أحد أن نسبة العمالة الأجنبية في العراق عالية جدا إحنا لدينا عمال هيك يشتغلون في, في مولات ومحلات ومطاعم وما أدري منهم مليون ومئتين ألف عامل اجنبي واحنا بلد ببطاله 15 مليون عاطل عن العمل و800 الف عاطل عن العمل غالبيتهم من الخريجين كل كل سنه يضافون الى طوابير العاطلين عن العمل والعراق ما زال من الدول التي يهاجر اهلها طارده لشعبها واهم شيء الشباب هؤلاء يخرجون الى الخارج يبحثون عن العمل يبحثون عن فرصه للحياه مو العمل فالفقر اخر احصائيات تقول تجاوز 40% ها وفق احصائيات الحكومه حكومه منظمات قريبه من عندها 40% تتحدث الحكومه ربما تخطيط تتحدث عن يعني ربما بالثلاثين 30 أو, او نسبه بالعشرينات تتحدث لكن الواقع الحال مثل ما تقول كثير من المنظمات المهتمه بهذا الشغل 40% وهو اكبر من هذا هذا الفقر في العراق ارتفع فبالرغم من الواردات الهائلة للنفط العراق بهذا الشكل مؤشر الجوع في العراق يعدل أعلى نحن لدينا 12 مليون عراقي يأكلون من المزابل تحت خط الفقر من تحت خط الفقر يعني أقل من 3000 دولار أقل من 3000 دينار باليوم واردة طيب هذا شي يجيب بيها خلي يقولون شي يجيب بيها كم صمونة يجيب وكم خبزة وكم يجيب. لا لا يعني مصيبه كبيره في العراق والنهب مستمر والفساد مستمر والعراق في اعلى مراتب الدول الفاسده كان يتبوء المرتبه الاولى ربما صار من العشره الدول الاكثر فسادا يعني بمجاملات ربما برشاوي هم بفساد يعني نزلت مرتبته خلوه ضمن الدول العشره مو رقم واحد دول الفاسده فبالتالي هذا هذا الوضع الحالي هذا وضع الجوع وهذا وضع العراق بهذا الشكل من يتحدث عن نسبة عليه أن يكون منطقيا وحقيقيا وأن يقول لنا عندما تنخفض النسبة يقول لنا الوش يعني شنو السبب هي الفاومة تتحدث ليش تتحدث ويا يعني شعب مغمض ما يعرف ما يقرأ ولا يكتب ماذا شعب العراق هذا أكثر شعب مع احترام لكل شعوب الدنيا أكثر شعب واعي وأكثر شعب عنده قدرة على الفهم قدرة على تفسير الأمور ما راح يسال سؤال وهو عايش هاي المأساة شنو اللي يخلي النسبة تنخفض وتصير 16% وش هل اشتغلت الصناعة والعاطلين عن العمل والجوع قل وخارطة الجوع تقلصت؟ ما الذي فعلته الحكومة؟ لم تفعل شيء. لا صناعة لا زراعة لا تجارة العطالة تزداد البطالة تزداد الفقر يزداد المرض يزداد الكآبة والأذى يزداد السوء يزداد الأسعار تزداد التضخم يزداد القدرة الشرائية تضعف جدا ضعيفة جدا المجتمع ينقسم إلى غالبية من الفقراء والمسحوقين وقلة من الأغنياء والمترفين هذا وضع العراق الطبقة الوسطى كلها سحقت فكيف يمكن يعني الحديث عن هذا الموضوع؟ يعني الحقيقة من عام 2003 لحد الآن عاصفة هوجاء من الفساد والخراب والجوع والفقر والمرض تضرب البلاد قله القيمه وقله الكرامه و... والاخرين يت... يهيمنون عليها والسرقه والفساد والخراب هذه العاصفه كلها جاءت بهذه من عام 2003 لحد الان وما زالت قويه ومستمره هذا هذا الوضع الحالي فبالتالي من يتحدث عن نسبه عليه ان يقول لنا كيف انخفضت والنسبه 16% ليست حقيقيه وما تقوله منظمه من الفاو ليس حقيقيا حقيقة النسبه اكبر بكثير وعليها ان تحترم شعب العراق وتتحدث بشكل واقعي وحقيقي. وقت هذه الحلقه قد انتهى اعزائي المشاهدين اترككم بخير والتقيكم في حلقه اخرى الى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم.